السلام عليكم. النهاردة هنبتدي مع بعض في محاضرة أمراض الطماطم وأمراض البطاطس الفيروسية، وهنتكلم على بعض الخصائص لأهم الفيروسات اللي بتصيب نباتات الطماطم في مصر، وأهم طرق مكافحتها، وبرضه هنتكلم على بعض أهم الفيروسات اللي بتصيب نبات البطاطس وأهم طرق المكافحة بتاعتهم. أهمية دراسة أمراض النبات الفيروسية. ليه إحنا بندرس الأمراض النباتية الفيروسية؟ لو ناخد بالنا ان السنة الماضية مصر تعرضت لمشكلة اقتصادية كبيرة على محصول الطماطم، نتيجة ان المزارعين في العروة الصيفي زرعت محصول الطماطم والمحصول ده تعرض لإصابة شديدة لأحد الفيروسات الخطيرة اللي بتصيب الطماطم في مصر وكمان على مستوى العالم، هو فيروس التي واي ال سي في. والفيروس ده بيؤدي الى ضرر اقتصادي شديد على المحصول، ان هو بيؤدي لتساقط الثمار او عدم تلقيح الأزهار من البداية، وبالتالي مبقاش الجزء الاقتصادي بتاع الطماطم اللي هو الثمار اللي احنا بناكلها موجود، ويحصل خسائر شديدة. وده واحد من أهم الأمثلة. السنة الماضية الموضوع كان موجود على الإعلام زي ما احنا شايفين قدامنا، جريدة الأهرام كانت نشر مقال عن الموضوع دوت، وإن في مزارعين كتير في مصر اتضرروا بسبب المرض الفيروسي ده. وده واحد من أهم الأمثلة اللي إحنا نقدر نستخدمها أو نقدر نقولها إن الأمراض الفيروسية من الأمراض الخطيرة اللي إحنا لازم ناخد اعتبارات مهمة لمكافحتها وندرسها كويس عشان نقدر ناخد محصول سليم ونتجنب الخسائر الاقتصادية اللي ممكن تحصل منها. أولاً، الأعراض اللي قدامنا دي قد تتشابه مع أعراض نقص عناصر أو تأثير بعض المبيدات أو المواد السامة، بالإضافة لاشتراك بعض الأعراض الأمراض الفيروسية معاهم. وبذلك لازم نهتم الأول بمعرفة أهم الأعراض اللي ممكن نركز عليها عشان نقدر نحاول نفرق بينها وبين الأعراض الناشئة عن أي أضرار أخرى. هنبتدي بمحصول الطماطم. محصول الطماطم من أهم الفيروسات اللي ممكن تأثر عليه. أول مرض معنا هو مرض موزايك الطماطم، بيسببه فيروس موزايك الطماطم أو فيروس موزايك الدخان، والاثنين العلاقة بينهم أو القربة بينهم شديدة جدا. مسبب لي فيروس التوميتو موزايك فيروس، ليه أكتر من عزلة، بينتقل بأكتر من وسيلة، أشهرهم هي طرق الانتقال الميكانيكي من خلال احتكاك النبات المصاب بنبات آخر سليم، أو من خلال إيد المزارع اللي بيبتدي يتعامل مع المحصول وفحصه، بالتالي ممكن ينقل المرض من نبات مصاب لنبات سليم. معدل انتشار المرض ممكن ينتشر في أي مكان، وطبعا المرض ده مرض عالمي موجود في كل مناطق العالم. الفيروس بيتكون من حمض النووي RNA single strand وعليه غطاء بروتيني عصبي. أهم الأعراض بتاعت فيروس موزايك الطماطم تتلخص الشكل العام للموزايك، هو وجود مناطق لونها أصفر عشوائي أو أخضر باهت على الأوراق، وممكن نلاحظ برضو اختلاف شدتها، فممكن تكون أصفر شديد أو أخضر باهت بشكل كبير مقارنة بالورقة السليمة اللي كلها خضرة. مش بس كده، ممكن تانية أكتر شدة على المجموعة الخضراء، إن النسل بيبتدي يحصل له اختزال والورقة بتفقد الشكل الطبيعي بتاعها. ممكن نلاقي على الثمار، نلاقي النبات عليه الأعراض السابقة، بالإضافة إلى ذلك مناطق لونها ميتة على الثمرة من الخارج والداخل زي ما احنا شايفين. بالنسبة لحدوث المرض، إن ممكن المرض ينتقل بشكل رئيسي من خلال الانتقال الميكانيكي من النبات المصاب بالنبات السليم، أو ممكن من بعض الحشائش المجاورة للنبات المتصابة، بالإضافة إلى إيد العمال أو المزارع أثناء فحص النباتات أو المعاملات الزراعية اللي بيعملها للنبات، ممكن ينقل المرض من نبات مصاب إلى نباتات أخرى سليمة مجاورة ليه. بالإضافة إلى كده، ممكن بعض الحشرات، خاصة الحشرات اللي هي بتؤدي إلى أضرار ميكانيكية زي الخنافس وغيرها، لنقل المرض من نبات مصاب إلى نبات سليم أيضا. لذا يجب الاهتمام ب العوامل دي عشان نقلل من معدل انتقال الفيروس من النبات المصاب الى النبات السليم. اهم طرق المكافحه للمرض دوت، ان احنا اولا نحاول نزرع اصناف ونباتات سليمه وخاليه من الاصابه الفيروسيه، دي رقم واحد. رقم اتنين، ان احنا
نستخدم أصناف ليها مقاومة أو ليها مناعة للمرض، وبالتالي فهي الأصناف طبيعتها يتم فيها تعبير جيني. التعبير الجيني دوت بيؤدي إلى مقاومة الفيروس أكتر من عامل. الاهتمام بزراعة في تربة سليمة خالية من طبقات المحصول السابق اللي ممكن يكون مصاب، لأن النبات المصاب ممكن يسيب آثار من الجزيئات الفيروسية موجودة في التربة، وبالتالي أثناء زراعة النباتات السليمة بعديها الجزيئات الفيروسية دي بتبقى موجودة تقدر تخترق الجذور بتاعة النباتات وتعمل إصابة مرة تانية. مكافحة الحشرات القاردة زي الخنافس إنها ممكن تنقل المرض. الاهتمام بالزراعة مع مسافة الزراعة المناسبة بحيث ما يحصلش تلامس ما بين النباتات المصابة والسليمة. والاهتمام بالمزارع إن هو يهتم بالعمليات الزراعية بحيث إن هو لو لاحظ أي نباتات مصابة يتخلص منه مباشرة عشان يتخلص من مصدر الإصابة، وبالتالي ما يحصلش انتشار الإصابة من النبات المصاب للحقل كله بالكامل. بالإضافة إلى تطهير الأدوات اللي بيشتغل بيها في الممارسات الزراعية زي سكاكين التأليم أو التقطيع عشان ما ينقلش المرض من نبات مصاب إلى نبات سليم. بالإضافة إلى إن العامل ذات نفسه أو المزارع ذات نفسه لازم يبقى عامل تطهير للإيد بتاعته باستمرار بحيث إن ميبقاش على إيديه أي جزيئات فيروسية ينقلها من نبات مصاب إلى نبات سليم. معنا بعد كده هو مرض الذبول المتبقع في الطماطم، فيروس التوميتوس بوتيت ويلت فيروس. العائل او الناقل الرئيسي للمرض دوت هو حشره التريبس. الانتشار بتاع المرض على انتشار على مستوى العالم. الفيروس ده من الفيروسات اللي هي ليها شكل كروي ابعاده حوالي 80 110 نانومتر. بيتميز بميزه مميزه عن باقي الفيروسات النباتيه الاخرى ان هو بيتكون من حمض نووي من نوع ال RNA، بالإضافة إن هو عليه غطاء من البروتين، والغطاء من البروتين دوت بيحاط من الآخر بغلاف من الليبيدات بيحيطه. الفيروس من النوع RNA السالب. الفيروس دوت يقدر يصيب نباتات الطماطم ويسبب لها مشاكل، وده الشكل بتاع الجزيئات الفيروسية شكل الكروي زي ما احنا قلنا، بيتكون من 3 أجزاء أو 3 قطع من الـ RNA، وبعد كده كل جزء من الـ RNA بيحاط بغطاء من البروتين، بعد كده 3 أجزاء عليهم من بره غلاف من الليبيدات. أهم الأعراض بتاعة الفيروس دوت إن بنلاحظ على الأوراق من اسم المرض ذبول متبقع، بنلاحظ إن نباتات الطماطم عليها شكل ذبول، بالإضافة إلى بقع لونها بني ميت على الأوراق. تنتشر المرض جهازيا على النبات بالكامل، وبيحصل إصابة للنبات وضرر بيؤدي إلى فقد في المحصول وتساقط الأوراق، تساقط الثمار الحديثة أو الحديثة العقد. بالإضافة إنه بيعمل تشوه للثمار اللي هي موجودة، بيخللها تشوهات بشكل غير اقتصادي، بالإضافة إلى عدم انتظام اللون بتاع الثمرة اللي لونها أحمر مع الأصفر المشوه، والتشوهات دي بتخلي الثمار غير قابلة للتسويق. المرض بينتقل من خلال بشكل رئيسي من خلال حشرة التريبس خاصة الطور اليرق الثاني. والفيروس لو ما اكتسبش من خلال الحشرة في الطور دوت بيبقى الحشرة ما بتقدرش تنقله، فالأطوار اليرقية هي أخطر الأطوار أو أخطر الأنواع اللي بتؤدي إلى انتشار الفيروس وتقدر تصيب النبات. بعد كده الفيروس المدى الأولي بتاعه كبير، يقدر يصيب نباتات من الخضر المختلفة زي الطماطم والفلفل والبطاطس والخس وغيره، وبالتالي وارد إنه يتنقل من نبات في حقل مجاور إلى حقل الطماطم. ده الشكل بتاع حشرة التريبس اللي هي بتنقل الفيروس من النبات المصاب للنبات السليم. أهم طرق المكافحة هي إن إحنا نستخدم النباتات السليمة، نستخدم أصناف مقاومة، نعمل برنامج مكافحة متكامل للحشرة، نحاول نعمل تغطية خطوط الزراعة ببلاستيك بحيث ان البلاستيك دوت يقلل من وجود الحشرات وتعدادها في الحقل، وبالتالي نقلل من الآفة. استخدام بعض المواد الكيماوية اللي بتعمل حس للنبات للمقاومة ضد الإصابة الفيروسية زي مادة البيون اللي هي الاسم التجاري ليها اكتيجار، دي من شأنها انها بتؤدي الى حس الدفاعات داخل النبات عشان تقاوم الفيروس. المرض اللي بعديه هو أكثر الأمراض شيوعا
في مصر وعلى مستوى العالم، وهو اللي كان عامل لنا المشكلة اللي احنا ذكرناها في بداية المحاضرة، هو فيروس الصفار والتفاح الأوراق في الطماطم تي واي ال سي في. العائل الناقل الرئيسي ليه هو الذبابة البيضاء، ده مرض منتشر على مستوى العالم. النوع الحمض النووي هنا من النوع ال دي ان اي وليس ال ار ان اي كما ذكرنا في الفيروسين السابقين. أهم الأعراض هو أن الفيروس بيؤدي إلى تساقط الثمار وعدم حدوث العقد، بالإضافة إلى تشوه وتقزم في النبات واصفرار زي ما احنا شايفين في الأعراض اللي قدامنا. وبالتالي المجموع الخضري ما بيقدرش يقوم بالبناء بتاع الغذاء بتاع النبات اللي هو الكربوهيدرات اللي بتتم خلال البناء الضوئي، ده بيؤدي إلى فقد في القيمة الاقتصادية وعدم تكون الثمار اللي هي المجموع الاقتصادي الجزء الاقتصادي اللي احنا بنستهلكه. الفيروس بتنقل من خلال الذبابة البيضاء زي ما ذكرنا، وبتنقل بطريقة باقية وبتنقل في الحشرة خلال فترة عمرها. الفيروس ما بتنقلش ميكانيكي من النبات المصاب للنبات السليم، بتنقل من خلال الحشرة فقط، وده بالتالي بيساعد على سرعة انتشار الفيروس من الحقل للحقل المجاور أو من مكان لمكان بشكل سريع نتيجة سرعة انتشار الحشرة. أهم طرق المكافحة هي إن احنا نعمل زراعة بنباتات سليمة خالية من الفيروس، زراعة أصناف مقاومة خالية من الفيروس، نعمل مكافحة للحشرة أو الآفة اللي هي الذبابة البيضاء، نستخدم بعض الطرق اللي احنا ذكرناها سابقا، إن احنا نعمل تغطية لخطوط الزراعة ببلاستيك بحيث إن الحشرة متحصل لهاش إنها تبقى موجودة في الحقل ويحصل لها طرد بره المجموع الخضري، زراعة النباتات على مسافات مناسبة، إن احنا نبتدي نرش بعض المواد الكيميائية زي الأكتيجارد عشان تزود المناعة بتاعة النبات أو حس الجهاز الدفاعي جوه النبات. أهم الأمراض البطاطس، وده برضو محصول اقتصادي مهم بالنسبة لنا. البطاطس طبعا بتزرع بالدرنات، وبالتالي الجزء الاقتصادي الدرنة اللي احنا بنستهلكه بناخد منه بعض الأجزاء عشان نزرعها كتأول الموسم التاني. وبالتالي زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا، إن لو احنا خدنا درنة مصابة وزرعناها عشان ناخد منها محصول الموسم السابق القادم، بناخد مجموعة كبيرة من الدرنات مصابة، وبالتالي بيحصل فقد في المحصول. أهم الفيروسات اللي بتصيب البطاطس فيروس البي في واي، تيتو فيروس واي، وده واحد من أخطر الفيروسات المنتشرة على مستوى العالم. بيعمل أعراض مزايقة على النباتات بشكل رئيسي، وفي بعض الحالات في سلالات منه بتعمل موت للعروق زي ما هنشوف مع بعض. بالإضافة إن لو حصل إصابة مشتركة ما بين الفيروس ده اللي هو البي في واي مع فيروس آخر بيصيب البطاطس والبي في إكس، بيعمل عرض اسمه الموزايك الخشن، ده بيبقى ضرر مشترك وبيؤدي إلى تدهور المحصول بشكل أكتر، وبيقلل من عدد الدرنات وحجم الدرنات كمان. بي في واي فيروس عصبي بيصيب الدرنات وبيقدر ينتقل من خلال حشرة المن بطريقة غير باقية. ده شكل لفيروس البي في واي، الأعراض بتاعته على الأوراق بتاعة البطاطس. بنلاحظ ان الورقة عليها نيكروزس او موت، والاوراق مختزلة عليها شكل غير منطقي، ممكن يظهر الاعراض بتاعة الموزايك على الاوراق بالاضافة الى حدوث نيكروزس او موت للعروق زي ما احنا شايفين، بالاضافة الى تقزم للنبات. الاعراض ممكن كمان تظهر على الدرنة زي ما احنا شايفين، بنلاقي مناطق لونها ميت غير منتظمة الشكل على الدرنة. أهم طرق المكافحة للفيروس البي في واي، نحن نستخدم درنات سليمة خالية من الفيروس زي ما احنا ذكرنا، نعمل مكافحة للحشرة بالإضافة للطرق السابقة اللي احنا استخدمناها أو ذكرناها في الفيروسات اللي بتصيب الطماطم. الفيروس اللي بعده هو فيروس البي في إكس، ده برضه واحد من الفيروسات المهمة اللي بتصيب البطاطس، بيعمل أعراض الموزايك زي ما احنا قلنا، لكن في بعض الحالات ساعات ما بيقدرش يعمل الأعراض لوحده، لكن لو حصل إصابة ليه مع فيروس البي في واي زي ما احنا ذكرنا بيعمل مرض شديد وأكثر دراوة على البطاطس، وبيؤدي إلى وجود عرض اللي هو الموزايك الخشن وتقزم للنباتات. أما في حالة إنه أصاب النبات بمفرده ساعات بيعمل أعراض موزايك خفيفة، وفي بعض الحالات بيعمل قد لا يكون أعراض عنه. ده شكل الأعراض بتاعت البي في اكس على البطاطس، بنلاقي شكل موزايك خفيف على الاوراق فقط. الفيروس ده بيتنقل من خلال الدرنات المصابه، وبيتنقل ميكانيكي من خلال الادوات الزراعيه زي سكاكين التقطيع، وما فيش ناقل حشري ليه ينقل الفيروس بعكس البي في واي اللي ممكن يتنقل من خلال حشره المن.
المكافحة بتاعت الـ BVX، إن إحنا نستخدم أصناف مقاومة، نستخدم درونات سليمة، ممكن نعمل معاملة حرارية للدرونات على درجة حرارة 240 درجة مئوية لمدة 4 أسابيع. المعاملة دي ممكن تخلي الدرونات خالية من فيروس الـ BVX استخدام أصناف مقاومة. الفيروس اللي يلي هو فيروس البوتيتو ليفرول فيروس اللي في الأوراق في البطاطس. الفيروس ده من النوع RNA، سيب نباتات البطاطس، وبيؤدي إلى عرض شهير اللي هو اتسمى عليه اسم المرض، اللي هو عرض التفاف الأوراق. بنلاقيه مقارنة بالنباتات السليمة اللي على الشمال، النبات اللي على اليمين المصاب بنلاقي الأوراق حصل لها التفاف وتقزم للنبات زي ما احنا شايفين. ده شكل برضو تاني بيوضح لنا الأعراض بتاعة البطاطس على رسم كروكي، بيوضح العرض. الانتقال بينتقل الفيروس البوتوليفر الفيروس من خلال حشرات المن بطريقة باقية، وبالتالي إن الفيروس بيفضل محتفظ بيها الحشرة لمدة طويلة داخل جسمها، ولازم يتم وجود لازم يعدي فترة حضانة للفيروس داخل الحشرة عشان تقدر تنقله من نبات مصاب لنبات سليم. الفيروس ده بيكون غالبا موجود في اللحاء وليس الميزوفيل الخارجي. البي في واي اللي احنا ذكرناه سابقا ده موجود في طبقة البشرة أو الميزوفيل الخارجية، وده عكس البوتوليفرال فيروس اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. الشكل اللي قدامي بيوضح شكل الحشرة، وهي بتتغذى على النبات وأجزاء الفم بتاعتها واصلة لمنطقة اللحاء، وبتمتص الفيروس اللي هو شكل نقط السوداء الخفيفة دي من العروق بتاعة النبات المصاب عشان تتغذى، وبالتالي الفيروس الحشرة اكتسبته وممكن تنقله من النبات المصاب للنبات السليم بعد مرور فترة حضانة ما تقلش عن نص ساعة. المكافحة بتاعة الفيروس، استخدام درونات سليمة خالية من الفيروس، استخدام نباتات أو أصناف مقاومة، إن إحنا نستخدم برنامج مكافحة كويس للحشرة. في بعض الحالات ممكن نستخدم تغطية خطوط الزراعة ببلاستيك عشان يقلل من تعداد الآفة أو الحشرة، وبالتالي إحنا بنعمل تقليل لوجود الحشرة اللي ممكن تزود انتشار الفيروس في الحقل. ممكن نعمل الدرونات ببعض المعاملات الحرارية اللي تقلل من وجودها زي ما ذكرنا سابقا في فيروس. بالنسبة للشريحة اللي قدامنا، الشريحة بتوضح الفرق ما بين أو المقارنة ما بين فيروس التفاف الأوراق في البطاطس اللي هو البوتيتو ليفرول فيروس، والفيروس التاني اللي هو بي في واي. نبتدي بالفيروس الأول اللي هو على الشمال، بوتيتو ليفرول فيروس التفاف الأوراق في البطاطس. هنلاقي إن الخصائص بتاعته إن هو بيبقى موجود في منطقة اللحاء أو في نسيج اللحاء. تاني حاجة إن الفيروس بيتنقل بحشرة المن بطريقة باقية بيرزيستنت. الحشرة عشان تقدر تكتسب الفيروس من النبات المصاب لازم يعدي دقايق على الأقل من التغذية على النبات المصاب عشان تقدر الحشرة تكتسبه. بعد كده هنلاقي إن لازم يكون في فترة حضانة على الأقل 24 ساعة عشان يحصل إن الحشرة تبقى ليها القدرة على نقل الفيروس من النبات المصاب لنبات سليم. بعد كده الحشرة عشان تقدر تنقل الفيروس من النبات المصاب لما تروح تتنقل على النبات السليم عشان تحقن الفيروس جواه أو تنقله، لازم يعدي دقايق إلى بعض الساعات عشان تقدر تنقل الفيروس على النبات السليم. الفيروس بيبقى باقي جوه الحشرة طول فترة حياتها. المكافحة هنا ممكن نستخدم المكافحة الكيماوية باستخدام المبيدات الحشرية بفعالية، لأن الفيروس بيبقى باقي جوه الحشرة، بالإضافة إن فترة الحضانة ممكن توصل 24 ساعة عشان تقدر الحشرة تنقله، وبالتالي لو أنا موتت الحشرة فأنا كسرت دورة الحياة بتاعت نقل الفيروس عن طريق ان انا موت النقل. نتنقل على الفيروس التاني اللي هو البي في واي، هنلاقي ان هو موجود في منطقة البشرة الابيدرمس. هنلاقي ان الفيروس ده بيتنقل بطريقة غير باقية من خلال حشرة المن. الحشرة بتقدر تكتسبه في خلال ثواني، مجرد انها دخلت اجزاء الفم بتاعتها جوه الخلية النباتية بتكتسب الفيروس كتلوث على اجزاء الفم بتاعتها. الحشرة تقدر تنقل الفيروس مجرد اكتسابها ليه في النبات المصاب للنبات السليم مباشرة من غير ما تحتاج أي وقت أو فترات حضانة. الحشرة لما تتنقل على النبات السليم عشان تعديه بتقدر تعدي النبات السليم في خلال ثواني. الفيروس بيتنقل على نباتات قليلة نتيجة إن الحشرة بتفقد الفيروس بمجرد إنها
اتغذت على مجموعة من النباتات، لأن الفيروس يعتبر كتلوث خارجي على أجزاء الفم، فمجرد الأجزاء أو جزيئات الفيروس اللي موجودة على أجزاء فمها خلصت نتيجة حقنها للنباتات السليمة اللي اتغذت عليها، ما بتقدرش تنقل الفيروس بعد كده على نبات سليم. المكافحة الكيماوية ما تبقى مجدية قوي، لأن الحشرة مجرد اكتسبت النبات الفيروس من النبات المصاب وراحت اتنقلت على نبات سليم، الموضوع بياخد بس ثواني عشان تقدر الحشرة تنقل الفيروس من النبات المصاب للنبات سليم. وبالتالي لو أنا موتت الحشرة في الفترة القصيرة دي مش هيبقى مجدي جدا، لأن الفيروس اوريدي هيكون دخل جوه النبات السليم. لكن المكافحة الكيماوية برضو ليها تأثير، بس تأثير غير مباشر، لأنها بتقلل التعداد بتاع الحشرة، وبالتالي الفيروس مش هينتشر على مستوى الحقل لفترة قصيرة. خالص تحياتي وتمنياتي لكم بالتوفيق دايما.